مازن كونجراتيوليشن اون ذا بيرسونال ليفل، كان جيم كثير بعقد لك وللفريق خصوصي. خبرني شوي اكثر كيف قدرتوا ترجعوا بس كنتوا داون باي 18، كيف قدرتوا ترجعوا على الجيم؟ يعني كنا داون باي 18 اول هاف، نحن ما فينا نستسلم بهيك جيم، يعني هذا بلاي اوف وهذا جيم 2 على ارضهم برات ارضنا عم نلعب، جربنا قد ما فينا نربح هذا الجيم، لان جيم 2 كثير مهم. نحن هلا 2-0 صرنا، عندنا الجمعه جيم 3، انا برايي ان شاء الله لازم نلعب بعد احسن من هيك ديفنس، واليوم اللي رجعنا هذا الداون باي 18 هو الديفنس الثاني هاف والقلب تاعنا الكبير. الاستراتيجي اللي لعبتوا فيها على الجيم شو كنتم محضرين مضبوط؟ يعني قد ما فينا اليوم ركزنا على موري وعلى وايت سايد قد ما فينا، دائما نعمل دبل تيم على وايت سايد ونلعب مع بعض على الاوفنس، هذا اللي عم نقدر نعمله والحمد لله توفقنا. ثانك يو مازن.